دابا المهم تجي كل نهار كل نهار تجي. شحال تبركي؟ شحال كتبركي؟ نبرك من 9 حتى ل5 ونمشي. وتمشي؟ نمشي. الله يرضي. واش عندك؟ عندك ما دير اموتي. الله يشوف من حالك. شنو غنقول؟ الله يشوف من حالك يا حبيبي. على بركة الله مشاهدي قناة شوف تيفي غنبداو معكم هذا المباشر وهذا القصة الإنسانية اللي أنا باغية جميع المغاربة ومشاهدي قناة شوف تيفي يتعاطفوا معها. قصة ديال هاد الميمة الحنينة، الله يسمح لنا من الوالدين والله يسمح لنا من الأمهات واللي عندهم ميمته الله يخليها ليه، واللي ما عندوش الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور. شكون هو الصدر الحنين وشكون هو القلب الحنين وشكون هو كاتم الأسرار وشكون هو ساروت بيتك وشكون هو شكون الحنين وشكون اللي كي يعنقك الى بكيتي وشكون كيحس بك الى ضاق بك الحال، شكون كيهزك الى مرضتي، وشكون ما يفرطش فيك ولو تولي مختل عقلي. هذا هو حال الامهات وخصوصا الامهات المغربيات. لا يخطي على شي واحد مهمته. اكيد تذكرتوا الشاب اللي كنا لقيناه مريض نفسي، لقيناه وسط واحد الزباله، حالته مسكين حاله، الذباب مجمع عليه، المتشردين كيتبولوا عليه. درنا واحد النداء والحمد لله جاوا العائله ديالو وصدق ولد عائله وعائله يعني عريقه ومحافظه، وجات الميمه الحنينه كتجري. حيت كيف ما قلت حتى شي حولي ما كيتقلوا عليه كرونو، والحمد لله خناس كيهزهم مالي. هاد الميمه عانات وقاسات مع هاد الشاب هذا اللي سنين وهو مريض، واليوم من بعد ما لقيناه في ديك الحاله وجات الام ديالو دخل المستشفى السقاط، ومن بعد كيلقاو بانه في كوفيد 19، والسيد كان مليوح في الزنقه الحمد لله اننا قدرنا نقدوه وجبناه المستشفى بوافي، والان في العلاج وكيقولوا الاطباء انه لا شويه. ولكن هذه المهمه بغات توجه واحد النداء للمحسنين والسلطات ان هذا الولد خصو يتعالج. السلام عليكم اميتي، ما فرطتيش في وليدك يا حبيبتي. امين. عاودي لنا اميتي شنو النداء اللي تبغي، اش بغيتي لوليدك؟ انا نشدك. السلام عليكم. بغيت الله يرحم الوالدين والله يستر والله يخلي لينا سيدنا والله يشافيه لينا والله يطول عمره اللي داير فيه في شعبه الخير وبالشعوب جيرانه حتى هو تيتفكرهم يا ربي. هو مؤمن على كل من واحد، تنطلب من السلطه ونطلب من كل شيء. وليدي تيضل يطلب الدراهم بكرش علال، يدور يطلب الدراهم ويشري قرعه ترانكول صغيره تاع 800 ريال ويضل يشرب فيها. ولدي ما يضرب، ما يشير بالحجر، ما يعير، ما يسب، حاشاك يجي بايل على حوايج يقطر بالبول ويجي طال الدار شبعان لانكول. انا بغيتو يداوى ليا من الادمان، تنطلبكم انا بغيتو حيد لانكول وحيد هاد الشيء اللي تنقول. يا ربي الله يصلح لكم التريكه ويصلح لكم وليداتكم، والله اللي مريض الله يشافي امه محمد كلها، الله يشافي المسلمين كلهم، وليداتي وليدات الناس كلهم وليدات الشعب كله. يا ربي ملي كيجيك امتي وكاكبيل في سروالو ولا الكل شنو كديري؟ كتدخليه؟ تندخلوه يقول لك ناكل نعطيه الماكله ياكل، نبدل لي حويجاته وينعس يصبح فايق. والشهر تاع رمضان تيصومو راه بشود الدرب وبشود بالحومه كلها، حي الامل وحي الفرح. يبقى يومين يصوم رمضان، نهار العيد في العشيه يمشي يقرب على لانكول يشربوا، ورمضان تيصوموا. وهذا الشيء اللي تنقول. وليدك عزيز عليك اميمتي. امين. وولدي عزيز عليا وكما عزيز عليكم وليداتكم، وانا طالبه الله يشافي الجميع والله ينصر سيدنا والله يعطيه صحيحته والله يطول لنا عمره والله يشافيه لينا والله يخلي لي وليداته وبنيته وليده واخواته وكل شيء. كي داير الحاله الصحيه دابا ديالو؟ كي داير؟ اش قالوا لك الاطباء؟ قالوا لي شويه لاباس الحمد لله، تيقولوا لي لاباس الحمد لله. عمرك ما شتيه كدوي فيه على التليفون؟ في التليفون تندوي معاه. في الانعاش ولا في العادي؟ حيدوه من الانعاش طلعوه العالي. ايوا الحمد لله. هو راه اذا ولا بخير. قايم به هنا فهاد بو الوافي، الحق الحق، قايم به. البارح راه قال لي ذوك السكيتيريا، قال لك اللي عساسين في الباب، قال لك خرج عرفوه، قالوا لي فين غادي؟ قال لي نشتري كارو رجع، قالوا لي راه حطينا لك الباكيه تحت المخده، قال لي بصح؟ قالوا لي ايه، اطلع ما بقى رجع.
وما قالوا لي ما حطينا لي تبكية، بغينا سكتوا باش يطلع وطلع البلاصه وعاود نعس. الحمد تنطلب لله. من الله دابا حتى الادمان راح يدو هاد الايام اللي قلت. تنطلب من الله وسيدنا، وبغيت ولدي حيطلب الدراهم وحيد لانكول وحيد لانكول وحيد لانكول وحيد هاد الادمان. تنطلب سيدي ربي وسيدي ربي وقف معايا وسيدنا، الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو، الله يطول لي العمر الله يطول لي العمر، الله يجعل الحكومة ديالنا طالبة ليها العز طالبة ليها التيسير وطالبهم يكونوا خوت بعضياتهم وشادين بعضياتهم، لا فرق بيناتهم، لا فرق بينات الشعب ديالنا. يا ربي آمين. شنو سبب أمي انت هاد الوليد كان كيقرا كان كتقريه بالفلوس؟ كان يقرا بالشعب الزموري ب 5000 الشهر ملي كانت بشاري حمد الصباغ رابت، عاود حولت الرشاد الداخلي كان يقرا ب 10000 شي شويه بقى انا نسكن في حي الامل الاول تصاحب ليا مع ولاد الدرب كبير التبلة ولا يديو سيدي صاري ولا يديو البحر ولا يعطيو الشراب ولا يشرب ولا التبلة ليا بالشراب، هادشي اللي كاين. وفي تطيح على راسو من طيح في الدروج وكان ناعس كوما 20 يوم هو في كوما في ميريزكو وخرجوا ليا قالوا يدي ولدك ولا نديو لطيط من الليل. كانت معايا واحد الاخت ديالي قالت لي طيت من الليل ما غاديش يتهلا ولك فيه، دي ولدك لدارك، ديته لداري، هذا هو السبب اللي كاين. ومن تما وانت كتعاني معاه وانا تنعاني معاه وقاسية معاه، هذا الشيء اللي كاين. انا بغيت دركا بغيت ولدي حيد منه الادمان، بغيت ولدي صح ليا. الله يشافيه لك امي انت، وحنا حتى حنا كنوجهوا نداءنا للمحسنين وكنوجهوا نداءنا للسلطات انهم يعاونوا هذه المهمه، والله يسمح لنا من الوالدين. راه كيف ما قلت راه هي اللي ما تعيا ما تقول اح ما تقول عيت، هي المهمه راه كل شيء عياو بك كل شيء تقل عليهم. عيد وليدي راه في اخبار الدكاتير كلها مسدود ليا جوج عروق تاع في القلب وعدي لاكيس كنت خدامه خدامه بدراعي ماشي موظفه وقالوا لي نسرحهم لك. فاش كنتي خدامه امي انت؟ في الديمسي الشركه ديال الخيط ديال الديمسي راه دارت فايت شركه فرنساويه كانت في لاجيروند حدا الخوارزمي كانت مسامية الخوارزمي ودوكا راه دوكا انا دوكا تنطلب دوكا بغيت ندير شويه ونمشي نسرحهم. قال لي راه لاكيس تعاونك مشاركه في لاكيس في 1968 ملي كان في حي المحمدي مكازا قبل ما يبنيو هذاك ملي كان باقي عاد مكازا مشاركه فيه كنت نتخلص للدري 320 الدري باش كنت نتخلص 320 ريال اييه باش كنت نتخلص 17 ريال 17 ريال الساعه باش كنت خدامه النهار الاول. راكي مناضله امي انت مناضله بيضاويه تبارك الله عليك المهمة تبارك الله عليك الله يشوف من حالك الله يشوف لك من حال وليدك وحنا فرحنا ملي تلاقيتي بوليدك سيمانه وتتقلبي عليه. كان معاوني واحد الدري ولد خويا الله يخلصه ويخلي لي وليداته ولدت لي بنيته في فرنسا ومشى لفرنسا مقابل بنيته هاد الشيء علاش كان كان يوقف معايا في اي حاجه خطاني هذاك الولد ما كاينش جناحي طاحوا تنطلب خوتي كلكم خوتي كلكم المسلمين خوتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يشوف من حال هذه المهمه والله يشافي لها وليدها وكنتمناو انه يتشافى من كوفيد ويمشي يتعالج من الادمان لان ذاك الادمان هو اللي تقريبا دار ليه واحد اضطراب نفسي وكان غادي يقدر يدير ليه خلل عقلي. الى ذلك الحين مشاهدي قناه شوف تيفي نختم معكم هذا المباشر الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.